بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل كلامنا عن تعيين reaction order والrate constant. كان في ملحوظة ان الاقواس المربعة اللي احنا بنرسمها square brackets اللي احنا بنرسمها اللي بنحطها حوالين الرمز بتاع المتفاعلات دي طريقة بنرمز بها للconcentration. تمام؟ طبعا الconcentration بتاعنا واحنا بنحل بيكون محسوب بالmoles per liter. احيانا ممكن تلاقي الممتحن يجيب لك مسألة ويخليها لك مولز بير كيوبيك ديسيمتر. تمام؟ فما يلخبطكش، الكيوبيك ديسيمتر هي نفسها الليتر. تمام؟ كمان الملحوظة التانية اللي ضروري تاخدوا بالكم منها، يعني the rate constant isn't a true constant. It varies، بيتغير. فمثلا اذا انت change the temperature بتاعت الرياكشن او اضفت كاتاليست او غيرت نوع الكاتاليست بتاعك، هتلاقي ان الريت كونستانت بيتغير، وهتلاحظ ان الريت كونستانت is constant for a given reaction only if all you are changing is the concentration of reactants. يعني الريت كونستانت بتاعك تقدر تستخدمه كريت كونستانت لو التغير الوحيد اللي انت بتعمله في التفاعل هو تغيير التركيزات بتاعت المتفاعلات. تمام؟ اما لو غيرت اي شيء تاني زي الحرارة او اضفت كاتاليست او غيرت نوع الكاتاليست فهيتغير معاك قيمة الريت كونستانت. فدي من الملحوظات اللي ضروري تبقى واخدها في اعتبارك. المثال اللي كنا اخدناه كان يعتبر مثال مباشر، كانت فيه القيم بتاعت الريت بتتضاعف مع تركيز الاوزون لما تضاعف، ونفس الشيء قيم الريت كانت بتتضاعف لما كان تركيز النيتريك اوكسيد بيتضاعف. هل كل التجارب هتكون سهلة كده واكتشف بمجرد النظر او هتمشي بنفس النمط ان ده يتضاعف فده يتضاعف؟ لا طبعا، ممكن يكون في قيم مختلفة. طيب ازاي هنعرف نتصرف لو القيم بتتغير بشكل مش مباشر او بشكل مختلف عن اللي احنا خدناه؟ هناخد مثال النيتريك اوكسيد، برضو 2 من النيتريك اوكسيد مع طبعا جاز بلس Cl2 جاز، واعطانا 2 NOCl جاز. تمام؟ هنا المعادلة موزونة. هنبتدي نشوف، نعمل نفس الطريقة، هنبتدي نثبت تركيز احد المتفاعلات ونغير التركيز التاني ونشوف اثر ده على الرياكشن rate of the reaction، ونعمل العكس نثبت التاني ونغير الاول ونشوف برضو اثر ده على الرياكشن rate. هنا عملنا ثلاث محاولات في التجربة وحطينا برضو البيانات جوا جدول. ادي في المحاولة الاولى كان تركيز النيتريك اوكسيد 0.1 مول بير لتر، وكان السي ال 2.1 هو كمان، وكان الريت بتاع الرياكشن 0.003 مول بير لتر سكند. في المحاولة الثانية ثبتنا تركيز النيتريك اوكسيد، غيرنا تركيز السي ال 2، اتغير الريت بتاع الرياكشن. وفي المحاولة الثالثة ثبتنا تركيز الـ Cl2، استخدمناه زي أول محاولة. تمام؟ وغيرنا تركيز الـ NO ولقينا الـ rate أيضا بيتغير. هنبتدي بقى نقرأ البيانات دي ونحل المعادلة بتاعتنا عشان نوجد الـ reaction order ونوجد الـ rate constant. هذه المعادلة بتاعتنا، وطبعا القانون المعتاد بتاعنا إن الـ rate هيساوي الكي الريت كونستانت مضروب في تركيزات المتفاعلات NO مرفوع للأس M ومضروبة في تركيز Cl2 مرفوع للأس N. تمام؟ واحنا دلوقتي هنجيب ال M وال N. لو رجعنا للتيبل بتاعنا هنلاحظ ان احنا لما كان تركيز ال NO ثابت، الـ Cl2 اتغيرت بمقدار معين لكن لا يمثل الضعف
تمام، وبالتالي ما نقدرش نقول ان هي تضاعفت والريت اتغير هو كمان بمقدار معين. فاحنا علشان ما قدمناش قيم مباشرة او يعني قيم نقدر نستنتج منها العلاقة بشكل مباشر، هنستخدم طريقة الريشيو. تمام، هنشوف ازاي. هذه الريت اكويشن بتاعتنا، تمام، وهنبتدي ناخد الريشيو بتاع الريت بتاعنا بين المحاولة التانية والمحاولة الاولى. هنقول ان الريت في المحاولة التانية على الريت في المحاولة الاولى هيساوي الكي في الان او في الام اس ام عفوا مضروبة في سي ال 2 اس ان الخاص بالمحاولة الثانية مقسوم على الكي في الان او اس ام في سي ال 2 اس ان المحاولة الاولى. تمام، فلو رجعنا للتيبل بتاعنا، لو رجعنا للتيبل بتاعنا هنعوض تعويض مباشر. ادي الريت في المحاولة الثانية كان 0.0045 في المحاولة الاولى 0.003. تمام، هنعوض، وبما ان تركيز ال N O كان ثابت فنقدر نشطبه من البسط والمقام ونعوض بتركيز ال CL2 عشان نوجد ال N. فنقدر هنا نكتب ادي الريت بتاعنا، طبعا ده تعويض مباشر في الطرف الايسر، الوحدات طبعا هي نفسها فتتشطب مع بعض، ونقدر نشطب الكي من فوق والكي من تحت والان او اس ام مع الان او اس ام لان احنا مثبتينهم، ونبتدي نعوض عن السي ال 2 في التريال الثانية اس ان مقسوم على السي ال 2 في التريال الاولى اس ان. نرجع للتيبل، فكان هنا 15% وفي المحاولة الأولى كان 10%. نبتدي نقسم، فالطرف الأيسر ده هيطلع لنا 1.5، والطرف الأيمن لما نقسمهم على بعض هيدينا 1.5 أس إم. فطبعا هنا عرفنا مباشرة إن قيمة الـ N لازم تكون بواحد. يبقى أدي أول حاجة اوجدناها في reaction order. فاضل نجيب قيمة الـ M، وعشان نجيب قيمة الـ M هنستخدم محاولتين يكون فيهم قيمة الـ CL2 ثابتة، ونبتدي نعمل نفس الطريقة بتاعت الـ ratio. تمام، عشان نوجد قيمة الـ M. هنرجع للتيبل بتاعنا، انهي trails كان موجود فيها القيمة بتاعت او التركيز بتاع الـ CL2 ثابت؟ طبعا الاولى والتالتة تركيز الـ CL2 0.1، تمام، والان او هو اللي كان بيتغير. يبقى ناخد الريشيو بتاع المحاولة التالتة على المحاولة الاولى عشان نوجد الام بتاعتنا. هنكتب بنفس الطريقة، يبقى الريت بتاع المحاولة التالتة بالنسبة للريت بتاع المحاولة الاولى هيساوي الكي مضروبة في تركيز الان او اس ام في تركيز السي ال 2 اس ان على الكي في ال N O أس M في C L 2 أس N. في الحالة دي طبعا ال C L 2 هو اللي ثابت، فاحنا هنشطب مع بعض في البسط وفي المقام، الكي كمان هنشطبها. نجيب الريت من التيبل بتاع المحاولة الثالثة ونقسمه على الريت بتاع المحاولة الأولى، ونعوض عن التركيز بتاع ال N O في المحاولة الثالثة على تركيزها في المحاولة الأولى. الطرف الأيسر هيطلع لنا نتيجة 2.25 بيساوي 1.5 أس إم. طبعا عشان توجد قيمة ال M فأحسن طريقة إنك هتاخد طبعا اللين بتاع الطرفين عشان ام دي تنزل وتقدر تجيب قيمتها، فيبقى اللين بتاع 2.25 هيساوي ام لين 1.5. طبعا هتجيب القيمة بتاعت الام هتساوي 2. تمام،
يبقى انت بطريقة الريشيو قدرت توجد الرياكشن اوردر، جبت قيمة الام وقيمة الان، طلعت الان بواحد والام باتنين. هتبتدي تعوض بأي تريال من اللي عندك عشان توجد قيمة الكي. فهنرجع للتيبل بتاعنا ونعوض بالقيم بتاعت التريال الاولى اللي كان فيها الريت بـ 0.003، والكونسنتريشنز موجودة عندنا 0.1 لكل من المتفاعلات، ونوجد قيمة الكي. فيبقى عندنا 0.003 مول بير لتر سكند بيساوي الكي في 10 من 100 مول بير لتر تربيع، عشان الام دي قيمتها كانت باتنين، مضروبة في 10 من 100 مول بير لتر أس واحد، عشان الان بتاعتنا كانت بواحد. نعوض هنلاقي ان قيمة الكي بتساوي 3 لتر سكوير بير مول سكوير سكند. تمام. اخر حاجة يهمني تعرفوها هي ان in some reactions the reaction orders in the rate law happen to be the same as the coefficients in the chemical equation for the reaction. يعني عادي ان تلاقي ان reaction orders بتاعتك هي نفسها coefficients الموجودة في المعادلة الموزونة بتاعتك. كمان rate laws may exhibit fractional orders، فما تتفاجئش لو لقيت ان الاوردر بتاعك عبارة عن fraction. كمان the negative reaction orders are sometimes observed، ممكن تلاقي ان الاوردر بتاعك طلع بالسالب، وده بيحصل لما ال increase بتاع concentration بتاع one of the reactants cause a decrease in the reaction rate. تمام. وحاجة دايما تحطها في بالك ان rate flows are determined by experiment only and are not predicted by reaction stoichiometry.